هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن مشتريات العيد من الميك اب والاكسسوارز، وكمان ايه اهم المحلات او اهم البراندات اللي عامله اوفر في كارفور. انا رحت كارفور فانا حبيت اقول لكم كده على السريع اهم البراندات اللي عامله اوفر. اول حاجه هنبتدي بيها هي الميك اب بتاع مزايا. مزايا بنات عامل اوفر 20% لكل البنات اللي عايزه تشتري، تروح تلحق الموضوع ده، وعامل على كل البراندات لوريال وبورجوا وميبلين وكاترز وحاجات تانية كتير والله مش فاكره، وجوردانا تقريبا. المهم يعني انا روحت جبت الحاجات اللي ناقصاني. كان ناقصني فاونديشن يكون درجه ثباته حلوه، ويكون كمان الكافيج بتاعه حلو، وكمان يكون لونه مناسب للون بشرتي. روحت جبت بنات لوريال، هقول بقى رايي في لوريال. لوريال ده من الحاجات اللي بجد حلوه جدا جدا جدا، وبجد مش هتندمي خالص انك فكرتي تشتريه. اول حاجه سعره حلو، بس في نفس الوقت يعني غالي شويه، بس هو يعتبر سعره حلو. لو انت عايزه فاونديشن يقعد معاكي يستحمل، يقعد فتره طويله على بشرتك، ما يبينش خالص الديفوهات بتاعه بشرتك. كمان لو انت بشرتك دهنيه، انت عايزه حاجه تكون فيري مات زي ده، فبجد انصحك ان انت تجربيه. ثابت ورائع، بيقعد كتير قوي على البشره، ما بتحتاجيش انك تثبتيه باي باودر، لا هو لوحده كده. وكمان في كل الكولرز اللي انت عاوزاها. الناس اللي بشرتهم فاتحه ومش بيلاقوا الدرجه بتاعه بشرتهم هتروحي تلاقيه في لوريال. انا بشرتي مش فاتحه ومش غامقه، بس عمري ما كنت بلاقي ابدا نفس الدرجه بتاعه بشرتي. لازم كنت اجيب درجه اغمق او احاول افتحها مثلا، بعمل يعني اخد اتنين فاونديشن احطهم على بعض عشان افتح الدرجه او اعمل لون بشرتي بالظبط. وكل الفاونديشنز اللي استخدمتهم عمري ما لقيت لون بشرتي. فده بجد المكان الوحيد او البراند الوحيد اللي فيه لون كل البشرات. تمام، لو هتجيبي بورجوا، بورجوا حلو جدا برضو، بس المشكله ان هو مش هتلاقي لون بشرتك لو انت بشرتك فاتحه، لكن لو انت بشرتك غامقه قشطه اشتري، ما فيش اي مشكله. تمام، نيجي بقى الحاجه الثانيه انا اشتريتها. انا كنت بستخدم كونسيلر بتاع ميبلين، تمام، اللي هو بيعمل تغطيه شويه تحت العين، وفي نفس الوقت ان هو بيخفي الهالات البسيطه شويه. هو كان رائع بصراحه وتحفه وعجبني، بس انا غيرت عشان كاترس. لما روحت جبت الكونسيلر بتاعها لقيت برضو فيه كل الدرجات، بس تغطيته اقوى شوية. تمام، يعني لو انت عايزة تغطية اعلى شوية ممكن تجربي كاترس. وبعدين انا جربتها على اساس ان هي براند جديدة، قلت اقول رأيي برضو واشوف الاخبار وكده. فدي الحاجة الوحيدة اللي انا جربتها من كاترس، وبصراحة عجبني جدا جدا. ممكن تستخدمي الكونسيلر ده اما تحت عينك او تنظفي بيه حوالين حواجبك. المهم يعني هيعجبك قوي 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 بجد، روح اشتري. دي نصيحتي بجد لكاترس وكمان لوريال. دول الحاجتين دول مهمين جدا يا بنات لاي البنوتات اللي هما عايزين يجيبوا حاجات على عيد، فاونديشن وكونسيلر وحاجات كده. نيجي بقى للاكسسوارز او الحاجات اللي انا اشتريتها من الاكسسوارز والنظارات والحاجات كده. تمام، عجبتني قوي قوي قوي. تمام، من عند الدو عامل عليها سيل حلو قوي، اول مره يحترمني قوي ويديني كفر للنضاره، حتى لو كفر يعني او قماش، بس اول مره يديني كفر. بجد بنات عجبتني قوي النضاره اهي، اوريكم عليا. ايه رايكم؟ حلوه. دي النضاره دي كانت مختلفه شويه من الحاجات اللي مش عندي يعني، فبجد عجبتني قوي قوي قوي. وبرده الدو عامل سيل حلو على النضارات، تقريبا عامل سيل اوفر 50%. روحوا اشتروا بقى قبل ما الاوفر يخلص. تمام، نيجي بقى للاكسسوارز. انا بشتري اكسسوارات دايما من محل عندنا في جمال عبد الناصر. انا من اسكندريه يا بنات، ففي محل حلو جدا جدا في جمال عبد الناصر بيعجبني قوي الاكسسوارز بتاعته. جبت دي اهي، شايفه انت شايفينها ولا لا؟ جبت دي من الاكسسوارز اللي هي الاستانلس بتاعها ما بيتغيرش لونه. وكل الاكسسوارز اللي عنده بصراحه ما بتغيرش لونها ابدا ابدا ابدا. فدي حاجه جبتها. تمام، وجبت برضو حاجه تانية اهو القائد. تمام، جبت الحلق ده. تمام، عشان لايق قوي على الاسوره. بجد الحلق بتاعه حلو جدا، وحاجته فعلا يا بنات حلوه ما شاء الله، والوانها مش بتتغير. تمام، وجبت الخاتم ده. تمام،
ده برضو، بس ده فضة، مش اكسسوارز خالص، ده فضة بقى تمام. فده برضو من الحاجات الاكسسوارز اللي انا اشتريتها للعيد، وربنا يجعله عيد سعيد علينا كلنا يا رب، اللهم امين، ويسعدنا دايما. اخر حاجة بقى انا اشتريتها تمام، صيدلية انور يا بنات عاملة اوفر حلو قوي على الاسبريهات بتاعت فيكتوريا سيكريت، وفي حاجات قوي كتير قوي يعني، تايبس كتير قوي، بس دي من بالنسبه لي من الروائح الجديده تمام. فانا بصراحه بقى مش فاكره الاسعار يا بنات، ودي مشكله، فانا هحاول اكتب لكم الاسعار في الديسكريبشن بوكس، واهتموا ان انتوا تبصوا على الديسكريبشن بوكس تمام. ودي اهم حاجات اللي انا اشتريتها للعيد يا بنات، ومرسي جدا 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 لكل الناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوه، ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني. واحنا كده خلصنا الريفيو، بليز يا بنات لو عجبنا ما تنساش لايك وشير كتير كتير كتير، وباي باي.